بعد قليل راح تبتدي الفعاليات العالمية في وادي درباد. شاهدوا الفعالية. ريدي؟ شاهدوا، شاهدوا الفعالية، شاهدوا الجمال الحين، شاهدوا. جوري من وين؟ من عبري. ما شاء الله، ايش قاعد ايش تقول لي؟ ايش تقول لك؟ قول لي لما شفت وقف قلبي. عيد الشر الله يحفظها يا رب ان شاء الله. صف كم انت؟ ثاني. وانت؟ ما يروح مدرسة. استاذ احمد معجين الرواس من ادارة المهرجان ببلدية الظفار، عن الفعاليات خبرنا بمختصر. هذه الفعاليات تقام في دربات للعائلة، يعني عرفت العوائل تجي هنا وتريد تستمتع بهذه الاجواء. فوفرنا بعض الفعاليات للأطفال يستمتعون فيها، وبعض الفعاليات العالمية راح تتنقل بين دربات ومواقع أخرى. جميل. في ناس يقولوا أنت جايبين فعاليات عالمية وما جايبين فنون شعبية عمانية. اليوم كل يوم موجودة الفنون الشعبية، موجودة من الساعة 4، موجودة في مسرح دربات وشغالين بشكل يومي بإذن الله. أعطيك صحة والعافية. الله يعافيك. إذن يا جماعة الخير اللي يعلقوا أنا والله بس جايبين فعاليات عالمية، إحنا نحاول الجماعة في بلدية الظفار أنهم يعني ينور من الفعاليات شيء عالمي شيء شعبي، أبناء البلد من برا الكل مشارك بهذه الفعاليات، اللي بيقعد يشاهد الطبيعة موجودة، الماء موجود والفعاليات موجودة. إذن حياكم الله في دربات من أفضل المواقع السياحية اللي فيها فعاليات متكاملة. طبعا بإذن الله تعالى راح يكون عندي راعي كشتة في خريف ظفار، وهذا الراعي راح يكون معاي في كل قعداتي الشبابية والعائلية. الراعي اسمه ايش؟ راح يكون معانا انا اسف. اوكي. كشتة خميس. كشتة خميس. من افضل الشركات اللي توفر لكم كل متطلبات الطلعات. او الريال. اوي ها! اوي! كيف حالك؟ أيوة ما يبي يطلع. راشد البلوشي، وهذا شغل كامل مجهزنا على هالاجواء الطيبة. طبعا هذا في حالة انه في بعوض، الاهالي بيقعدون، وهذه العدة كلها مع كشتة خميس. الله، القعدة والتكيات والخيمة والكراسي. قبل مروحة انت؟ هي مروحة؟ بعد مروحة؟ بعد مروحة. فكل ما يتعلق بأمور كشتة خميس، كل معدات الطلعات عنده، بحط لكم الآن حسابه وتواصلوا عنده. أنا في وسط هالمكان المميز، وسط الطبيعة في منطقة دربات، هذا الموقع السياحي اللي يوم بعد يوم قاعد يتطور. شوفوا يا جماعة، الفعاليات موجودة، الأكواخ، يعني أنا عيبتني فكرة أيضاً الأكواخ، بإمكان العائلات يجون في هذه الأكواخ. واليوم إحنا كشتتنا كشتة خميس مرتبين أمور القعدة، وأنا نصيحتي للناس اللي بيجون مثل هذه المواقع السياحية وسط هذا الخبر، أشياء بسيطة لابد تكون معاك، سلة المهملات تكرمون، أمور الماي الغسيل، كل ما تحتاجونه لقعدتكم ولأولادكم ولأطفالكم لابد أن يكون معكم. أتمنى لكم قضاء أوقات جميلة
في محافظة ظفار بمواقعها السياحية المختلفة، ونيان نبعوض شوية بندخل بيكون في هالقفص الحلو. حياكم الله وفي هالأجواء المميزة في وادي دربات. حي بالشباب، حي بالشباب، حي بالشباب، نورتوا نورتوا نورتوا. حي بالشيخ، ايش حالك؟ يا مرحبا ترحيبة كلها لك، يا مرحبا ترحيبة كلها لك 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 لك. بس تعال تعال. حياكم الله، حياكم الله، تفضلوا 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 تفضلوا، حياكم حياكم، قلطوا قلطوا. اقول لك مبارك يدور عليك، مبارك اتصل بخليه يجي عشان الخنيير يسالك. نعم. يقول لك تبيع الخنيير؟ لا ما يبيع بالله. تقلط الخير، تقلط تقلط تقلط. حياكم شيخ، يا شيخ يا شيخ. شيخ العدو على راس المدينه يا شيخ. جيب مربط المشهر يا شيخ، انقذنا يا شيخ، انقذنا يا شيخ، انقذنا يا شيخ. اركب يا شيخ، اركب يا شيخ وانقذنا، اركب يا شيخ وانقذنا، اركب يا شيخ وانقذنا، اركب. يا شيخ الشيخ العدو دخل والشيخ بعده. العدو وصل بذبحنا. شيخ ابشرك يا شيخ، العدو جت للعالم كلهم. لا 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 ضربة، لا لا حصاني كان دلال المنايا، فخاض غبارها وشرى وباع، وسيفي كان في الهيجا طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداع. أنا العبد الذي خبرت عنه وقد عاينتني فدع السماع، ولو أرسلت رمحي مع جبان لكان بهيبتي يلقى السباع. حي الشيخ، حي يا مرحبا وسهلا. بشر شيخ صار بشر. حلو زين يا شيخ، نبغاك تنزل الحين. بنزل يلا، بنزل يلا. كنا سعيد المعشني عمل هالمشروع الجميل، اكواخ مطلع على الوادي ياجرهم المعشني. افتح الباب افتح افتح. العائله تجي تحصل كل اللي تبيه موجود. مرجوحه، ها مو اسمها مطويحه. حلو. وعندك هذه ايضا هنا عشان التصوير، شوف اللي طلع لك الاطلاله الجميله. وهني القعدة عندكم أيضا عائلية زين، والناس القوارب تشوف الفعاليات، وإذا في حالة مثلا الأهالي بيأخذ راحتهم في غرفة أيضا. الغرفة فيها تهوية، فيها تهوية، أيوة فيها تهوية زين، مراوح وشغل طيب. يا سلام محمد، الإيجار الإيجار الإيجار، هلا على الجد والجد، هلا هلا عليه. الإيجار كم؟ الإيجار بحكم وصولكم نص يوم بكم؟ نص يوم بثلاثين. نص يوم بثلاثين معك من الصباح؟ لا من خمس ساعات. من خمس ساعات. خمس ساعات. 30 ريال؟ 30 ريال. والله ببلاش. ويوم كامل؟ من 8 الصباح إلى 7 المغرب، واصل عشانكم 60. يا سلام. كانت الرحلة ومكان جدا رائع، ولو تزور المكان وبتشوف وأنت مغمض. يا سلام. عنده أكثر من كشك وأنجزهم في وقت قياسي جدا. مرة ثانية بنحط لكم رقم المعشني. يصير لك؟ من 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 كل عمان تصير لي. ضيفنا من شمال المملكة، من اسكاكه. الله يسعدك، شو اخباركم؟ والله الحمد لله. كيف صحتك؟ طيب. الله يسعدك. كم يوم صار لك؟ والله الحين يمكن حوالي 6 ايام. 6 ايام. اي النية انها يومين وراجع، لكنها كل يوم احلى من يوم. الله يسعدك. الله يسعدك. الناس طيبين ونعم رجال والله. انطباعك بالمكان؟ والله طيب، ما يحتاج. كله انصح كل اللي يجي هنا، الله يحفظك يا رب. يروح دولي لا يروح دولي، يجي هنا ارحم له. الله يروح الدول الثانيه، يروح لهذه الدوله وناس طيبين. الله يسعدكم. من المواقع السياحيه اللي زرتها تذكر اسمها؟ دربات، وجيت جبل تين. تين. وفي عندنا وش ثاني اللي جيتها؟ العيون، رحت العيون. رحت العيون اللي هو عيون ثوم. عين ثوم. عين ثوم. ما شاء الله. الله يسعدكم يا رب. والله كل اماكن احلى من الثانيه. الله يحفظكم. وايش تقدم دحوه لاهل المملكه؟ والله اللي ما زاروا لازم الغير يجون يتعنون افضل يعني. الله يسعدك يا رب. شرفتونا شرفتونا شرفتونا. الله يسعدكم. الله يسعدكم. مكان طيب. يا هلا يا هلا بأهل المملكة. حياهم.
تبغوا شيء؟ لا. خاطركم شيء؟ لا. دايقين شيء؟ لا. يلا باي باي.